واحد من الشخصيات المعروفة في التواصل الاجتماعي بشكل عام، أستاذ الفاضل الجبوري من الدوحة. أهلا ومرحبا بك يا أستاذ الفاضل. وعليكم السلام أخوتنا إيمان. أهلا ومرحبا بك، تفضل. أولا شكرا لقناة الشروق للتميز، وطبعا الزول لما يحصل عليك الوجع وبيتذكر الغداء ده زولك. نعم، يديك العافية. فكثر الله خيركم، دي رسالة ربنا حقكم، يزيل لكن الوجع ان شاء الله يا نشكركم رب، عليه ويبدلوا فرحه وسعاده باذن الله لاهل المنطقه وكل بقاع السودان. اتفضل بسؤالك بإذن مباشره الله يا استاذ تعالى. الفاضل. بإذن الله تعالى، أولا يعني الحفل للنهوض وحد قلب كردفان، نعم، رغم الأسى ورغم الغدر ورغم كل شيء، ولكن احنا طبعا في كردفان وفي غرب كردفان بصورة خاصة، النفاير عندنا ثقافة أو النفير عندنا ثقافة. أكيد. ونحن طبعا انا شخصيا بلا اعوذ بالله من كلمه، انا اول من اطلق نداء الاستغاثه، والحمد لله يعني استجاب اهل كردفان، استجابوا واهل السودان استجابوا، نعم، وده شيء بيوحدنا نحن كلنا كسودانيين. الزول يوم الحر بيلقى اخوه، دي صحيح. اغنيه من اغاني الكردفان، الجنزير الثقيل بيقول لها يا دو بعود نار بتدفاه، يوم الحر الزول بيلقى اخوه. صحيح صحيح. ونحن طبعا محظوظين ناس قرب كردفان في الازمه دي، ربنا ده سهل لنا الوالي قاعد يجيب كده. نعم، انا دايركت اتواصل مع ونحن طوالي. الزول ده يعني قالوا اخوك، اشكره يعني اشكره قدام عينه عشان يزيد. والراجل ده الحمد لله يعني هي يعني البركه ما بتندفن، يعني الان بيتينا بيشبهوه بالزبير الله يرحمه. وادار الازمه دي والفريق معاه بقوه. وقبل شويه تتكلم عن الدكاكين اللي بتقول يعوضوا ناسهم ويعوضوا ناسهم. ايوه. الناس دي هم ذات المفروض يعوضوا النهوض. لأن الدكاكين كلها حقت مسؤولين علمي، كلها حقت مسؤولين، زول واحد مواطن ولا معارض اخر عنده دكان في المحله ما في، ما كلها انا كنت دكاكين بتكلم حقت عن ده، انه ده مسؤولين. المفروض يكونوا ناس طبعا اذا تجار وكده تبقى ايوه الحكايه عندهم ادوار، اكيد في طبعا طبعا اكيد الانانيه، فيها مشاكل طبعا زي ما يكون في طبعا فاتح بيها بيت. الانانيه، والان دي نتائج الانانيه، الناس قرقت والناس خربت والناس تعبت، ولكن جاء القرار الاكيد من الوالي وازال الدكاكين. نعم استاذ الفاضل، انت الدار شايف انه شو في المستقبل، بما انك انت الدار روجت يعني صوت استغاثه ولقيت التجاوب الكبير، بالتاكيد انه حتى كل الناس اللي ما بنقول بس انه يعني ابناء النهوض، حتى كل الناس من كل ولايات السودان وخاصه الموجودين برا حاسين بالوجع زي كانهم كانوا موجودين جوا النهوض. فخلينا نتكلم انه برايك شنو اللي انت شايف انه مطلوب الفتره الجايه ان شاء الله؟ اول حاجه المطلوب في الفتره الجايه، انا دار بس انوه لقطعه نقطه صغيره. اول حاجه انت ذكرت قبل شويه قبيله حمر وعلاقتها بالنهوض. قبيله حمر معروفه، هي اصلا قبيله يعني اكثر قبيله متسامحه مع كل مع الكل، فانت لما تبقى في النهوض ما بتعرف انك انت حمري ولا انت بتير ولا انت دنكاي ولا انت، وكون الطرح يكون بقضيه حقت حمر وما حمر ما موجوده، نحن كلنا قرب كردفان جسد واحد. صحيح. وكلنا يعني تداعينا، يعني انا حتى من التنويه قلت النسوان محتاجات للمصور. الفتره الجايه المطلوب يعني المساله الصحيه. والمطلوب الوالي اللي قاعد جنبي كده، في حاجه اسمها قيادات حق المؤتمر الوطني قاعده بتشتغل الخيالات هنا وهنا وهنا. وذي ناس المصالح. اول حاجه نحن دايرين رئاسه الجمهوريه، ناس الحكومه هنا. ما يسمع التقارير الصغيره صغيره حقتنا في المؤتمر الوطني ويقول للوالده شنو والوالده شنو، الوالده ماشي عادي زي السيف زي السيف، ونحن حنمشي وراه وحندعمه، الوالده مش عادي زي مشيته دي احنا معاه، لكن الوالده قاعد يصدق ويسمع في كلامي ده، لو انا عوج انا احنا صراحه جنب الوارتاب اللي كادر ما بنخليه، اللي يعرف يعني ما بنشكر وساكت. الكلام ده واضح ساعة واضح تمام. احنا الدايرينو السيد الوالي واركان حربه، المساله ومساله بناء بقش ولا ما قش، نحن دارين تخطيط سليم للنهوض، دارين النهوض تكون مدينه مش طوالي بس نشكلها مدينه العلم والعلماء، لا نحن دارينها مدينه نموذجيه في قرب كردفان تستوعب
حتى ناس الخرطوم ناس المشيده دار احنا ناس المشيده اللي يجوا في يعني من تبقى من جميله حتى ما يجوا ابنه هناك معانا في غرب كردفان يعني ما يشوفونا ببيوتنا المكسرات ولا اشياء بالصوره دي. نحن بنطمح انه غرب كردفان تبقى جاذبه لكل اهل السودان وبشكل جديد وبنوع جديد وبتخطيط جديد. وده محتاج لشفافيه والشفافيه الزول قاعد جنب كذا ده زولها. فالإعلاء بالناجم رئيس الجمهورية يزور مدينة النهود في الأسابيع الجاية دي عشان يعرف يجيب على الحالة اللي حصلت للناس وعشان يشوف إن الوالدة ذاته الأقل بكردفان واقفة مع عدد شنو. وإنت هذه قبل شوية شفت المنظر بكثرة في الدكاكين لأن الدكاكين مبنية خطأ والمواطنين كلهم بيهللوا وبيكبروا. فالسودان لو الحكام حقين السودان مش زي ما جيت الزول دي ما في زول داير حكم ولا في زول داير شيء لانه الحكم بطاقيه بس زول واحد. نحن بنسال من العدل وبنسال من الشفافيه وما علينا الناس الانانيه والانانيه فقط القيادات حقنا مؤتمر وطني في غرب كردفان ده كلام واضح ما فوق اثنين ثلاثه. انا حيضرب من الزول ده بس يعينوه بالصح والبلد ذاته لو قام زي ما بيقولوا لف ودور انا شخصيا انا ما بخلي بركب الرابعه بالصفوف. انا عايز اقول عليك مباشره يا استاذ الفاضل كلامك واضح لا. وانا احيي جدا الوضوح ده والحديث بالشفافيه دي. اكيد عنده كلام سعاده الوالي يقول لك تفضل. والله انا اعتقد يعني اخونا الفاضل مشكور وهو رجل واضح وصوب تصويب دقيق كلام عن الشفافيه. انا افتكر الشفافيه دي افترض تكون حاضره في ذهن كل مسؤول وان الناس سواسيه كاسنان المشط امامه يعني لا ينظر بمعيار حزب ولا باي يعني كل انسان ياتي لدولاب الدوله كل من يريد ان يتعامل مع الحاكم ان يملص خارج هذا يعني بيت الحاكم كل جلباب يعني يلبسه في حزب ان كان يسارا او يمينا. فنفتكر الحاكم يعني كل جلباب يلبس امام الحاكم يفترض ان يكون جلباب المواطنه يعني انت ما تنظر للناس انه هذا حزبك وهذا غير حزبك دي نظره غير صحيحه وغير معقوله. بعدين الحاكم اصلا هو مستاجر لدى الشعب السوداني والشعب السوداني دي في كل الوان الطيف وكل في كل الاسنيات. يعني انت الان ما تتغاضى من مرتب وما تلقاه من تسهيلات وما تلقاه من تميز في مسكن وفي مشرب وفي مركب. هذا يعني هذه الميزه ميزه يعني مدفوعه الثمن من الشعب السوداني من ضرائبه من عوائده من حياه كثيره جدا. فلذلك انت لست مستاجر للحزب، انت مستاجر لمستاجر لمواطن. فلذلك بهذا التكليف وطبعا يعني معروف الاجير بيسمع كلام المؤجر ومش كده يا جماعه. فان احنا مستاجرين لدى الشعب السوداني نعتبر بامره ونتحسس مشاكله ونتعامل بشفافيه ومصداقيه. الحزب ده لما انا امشي دار الحزب هناك الاقي اخواني ديل اتكلم معهم بلغه الحزب اطيب خاطرهم ادفع اشتراكاتي لو بدي اعمل معالجه اعملها من جيبي نحن اخوان بغادي. لكن لما نجي لصحن الدوله صحن الدوله ده قدح كلنا بندخل يدنا فيه الحاكم والمحكوم والمعارض والصغير والكبير والمرأة وكل الوان الطيف هي شريكة في هذا القدح الكبير اللي هو قدح الدولة. فلذلك نحن أي ذول عنده جلباب يخلعوا لنا قبال يجيب كاتبنا يخلعوا برا ويجينك بجلباب المواطنة. لكن عنده أي جلباب ثاني يعني مهما كان فيه من إشارات أو ما فيه من بريق نحن لا يعنينا هذا الأمر في دولاب الدولة. وأنا كلام ده قلته بوضوح في مجلس الوزراء أن يا جماعة نحن حكام لشعب السودان. فلذلك نحن في حزبنا نمشي مع اخواننا هناك في الحزب نسوي الدائرين ونعمل الدائرين وبرانا في حزبنا بمواردنا الدائرين ونعمله الضعيف نساعده ده شغل اجتماعي يخصنا نحن كحزب. لكن داخل يعني سرداغ الحكم وداخل دولاب الدوله نحن اصلا نتعامل بشفافيه عاليه وده مبدا لا نحيد عنه ابدا وده اللي بيسبب اركان الدوله. يعني ذلك نحن نشوف الفهم ده. يبقى كلام واضح ايضا من سعاده الوالي. استاذ الفاضل اخيرا كلكم كمغتربين ادواركم كبيره جدا حقيقه ونحن دائما بنقول من خلال الاجهزه الاعلاميه بشكل عام يعني اي حاجه بتحصل حقيقه بنلقى دائما اولاد بلدنا البرة ديل هم اول ناس بيساعدوا قبال الناس اللي جوا. الان الادوار شنو المطلوبه بالنسبه لك كبدايه وبالنسبه لكل السودانيين الموجودين خارج هذه الرقعة الجميلة السودان تفضل. طبعا الزول اللي بيكون بعيد بيكون حنون اكثر من الزول القريب بالمناسبة، الزول لما تبقى بعيد تبقى حنون. وكل السودانيين او كل الجاليات الخارج السودان يعني متأثرة وعارف الحاصل في النهوض وعارف الحاصل في الكسلة. أنا شخصيا للآن ما مطلع على تحرك يعني جاري بصورة رسمية
لكن يدنا في جيبنا ومددنا لحقناتنا. نعم. وقال الجود بالمجود. واحيانا الجود قطع من الجلود. صحيح. والاشياء البسيطه دي زي الضيف، الضيف قالوا دابي اقتلوا بير في يدك، يعني ما بتقول الا انا ابقى عندي قروش حتى نساعد، لانه الناس محتاجين ان شاء الله لانبوله بتاعت ملاريا. انا ترى ناشد بناشد رئيس الجمهوريه، هو اليوم شافه خير في مجلس الشورى، الاحياء اللي تمت في النهوض دي داريها يبنوها يبنوها لناس دين تقل اسكان شعبي. الشغلات السمحات ما كل اللي تدرون في الخرطوم هناك ونحن يعني جاي في الاطراف دي قاعدين ساكت مصدعين لهم. الان الكوارث اللي حصلت علينا زمان كان اخبارنا كلها حق الدواس وحق القبائل الفلانيه، الان الدواس خلينا كله نحن بعدين التعليم ولا التعليم. وفقط انكم كاعلاميين تنقلوا عن الصوره الحقيقيه والمعاناه الحقيقيه، ولما نبدا شغل استراتيجي حق عماره حق ولايه كامله تدعمونا دعم كامل وتجيكوا معنا. اكيد نحن معاكم على كافه لقاءات الشروق، لانه لقاءات الشروق الان حكت الصوره يعني واضحه لمعاناه الناس وللمعاليات اللي حتحصل وطمانه الناس. ان شاء الله احنا معاكم استاذ الفاضل. نحن النهوض الان النهوض دي نحن بنعتبرها دي امنا. صحيح. ولان هي مدينه العلماء، لان هي التعليم بدا فيها، ورغم انه الحوله هي العاصمه، ولكن نحن كلنا بنحل النهوض وبنتمنى ان النهوض تبقى نموذج للمدن في السودان وحتى تغير الهجره من الاطراف الى 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 الخرطوم كريشلفي. ناس المنشيه هو يجي له طوالي. مستحقين كمغتربين نقدم تجاربنا في الشغل الهندسي خارج السودان لمدن ناس وكان في مجاري وفي اشياء. ان شاء الله. ولكن للاسف ونرجو من الوالي انه الشركات الثانيه بتمسك الكباري وبتمسك الطرق تكون شركات خارج ولايه غرب كردفان، لانه اولاد غرب كردفان جابوا شركات مضروبه، شركات كلها فارغه، سدود انهارت وما في محاسبه، ويجب يكون في محاسبه، والقيام الحساب ظالم، اللي يبقى في مؤتمر وطني ولا يبقى في اي محل. لكم التحيه وكثر الله خيركم. يديك الصحة. ونسال الله يفرج الهم من كل الشعب السوداني. ان شاء الله. والمتمردين قالوا لو في والد غير والده انا احب اخلي التمرد. يعطيك العافيه استاذ الفاضل الجبوري من الدوحه. شكرا جزيلا لك، وحديث مهم جدا يعني، ورساله واضحه، ورساله واضحه ايضا كانت بالمقابل من سعاده الوالي.